هو عارف خلاص. رأيك كيف فكمل الصورة دي؟ اتفضل. رأيك إمام، كيف الصورة دي يا كابتن إمام شريف؟ صورة شرسة. شرسة يعني. صورة مؤلمة لناس كتير، صورة مؤلمة لناس كتير. أنت طب بتتكلم عن ليه نقول كهرباء مؤلمة لناس كتير؟ ما هو دلوقتي ده عصر الاحتراف يعني، بس أكيد الجمهور ممكن يزعل مؤلمة من كهربا، مؤلمة. يزعل من احنا إمام عاشور، عايزينها مؤلمة زي في ما الملعب. جمهور الأهلي زعل مثلا من رمضان صبحي، زعل من عبد الله ده السعيد. طبيعي، ده طبيعي. ده أنا الاحتراف دلوقتي. مؤلمة لإيه؟ للجماهير اللي هي كانت عندها الناس دي، والنادي اللي هو كان عنده الناس دي، والناس دي بقت موجودة في النادي الأهلي اللي هو المنافس. دي مؤلمة للبعض يعني، اسمها تمام كده تمام خلاص. طيب لما نيجي نتكلم عن كهربا، هو اعاد اتزان للشكل الهجومي هاي للنادي الاهلي، صح. واعاد نفسه من جديد للتالق والابداع. خلي بالك انت صح. بتتكلم، كهربا بقى عنده عامل حاله يا كابتن ابراهيم، يا كابتن ابراهيم عامل حاله في الوقت ده في النادي الاهلي، ده حقيقي. وفي ظل الضغوط اللي هو فيها، ما ده برضه نابع من شخصيه، عنده شخصيه. الضغوط الرهيبه اللي هو فيها بتاع دفع الغرامه ودفع، ومبلغ كل يوم عمال يكبر عن اليوم التاني، كل ما بتاخر يوم بيكبر المبلغ، ولكن وايد الراجل بيرد في الملعب. طول ما هو في فيخلي الملعب هيلاقي الناس كلها كده بالظبط، معاه. يخلي مجلس اداره يتمسك بيه، مدير فني يتمسك بس بيه. انا قصدي هنا بقى بالصوره امام دي يا عاشور. كابتن، يا كابتن شريف، ان ايه، ان حفاوه لعيبه الاهلي في استقبال امام، وان هم يروحوا بيه للجمهور، وبالتحديد كهربا مثلا وكلام من ده، هنا اعتقد دي يعني فيها هجيبها لك السنس. بقى. قول لي انت طبعا بقى. هنا بقى احنا بنتكلم على ايه، شكل الصوره عنيف. تمام شرس. تمام تمام. طيب تعالى بقى هنا، لما كهربا ياخد امام، هو اولا على فكره اللعيبه كلها خدت امام ايوه وراحت ايوه للجماهير والجمهور كله عمال يشجعه، بيطلعوه من الضغوط عشان عارفين الحاله النفسيه اللي هو فيها، صح وعارفين الفتره اللي هو صح الصعبه اللي هو عدى فيها. صح صح هنا انت دخلت بيتك خلاص. برافو عليك. ده هنا بقى نبدا من اول السطر يا كابتن ابراهيم. خلاص امام عاشور، انت لو بقيت لعيب في نادي الاهلي خلي بالك، وامام قاعد في المدرج عمال يتفرج على الماتش النهارده، بيبص لا، في انت مش هتاخدها بالساهل، ده في ناس شرسه في الملعب، تقول قوي. في ناس واخده 5 بطولات في سنه واحده. انت فاهم قصدي ايه؟ فالموضوع هيبقى صعب، عارف ان هو في مكان صعب، وهو صفقه الموسم. هل هو امام عاشور صفقه الموسم، خلي صفقة بالك. الموسم، ولا ممكن تعتبر من أهم الصفقات في تاريخ الكرة المصرية؟ ولا ممكن تتقال على الصفقة دي صفقة قرن؟ المقولة دايما بتتقال على كم صفقة بتروح من الأهلي زمالك، أو الأهلي بيجيبها أو الزمالك بيجيبها كده، لا مش القرن، هي من أهم الصفقات المصرية، من أهم من الصفقات أهم الصفقات في تاريخ المصرية الكرة في المصرية، آخر، في آخر السنوات الأخيرة دي. آخر لا خمس هي سنين بالظبط. تقريبا. طب أمال إيه صفقة القرن ممكن تبقى مين يعني؟ قرن لو ايه حصل تبقى عايز صفقة قرن. صفقة القرن. لا يبقى هي ما فيهاش غير زيزو. زيزو. زيزو طبعا. انت لو بص حصل، انا انا بستبعد على بالنسبة لي، فكرة ان انا ده بالنسبة يحصل. لي لا انا بنتكلم على فكره، انا كلامنا احنا مش بص، كلامنا دايما رايح في اتجاه معين يا كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم برضو برضو. ماشي. كابتن ابراهيم خد بالك بالذات. الموضوع كله رايح فين؟ انا ما بقولش ان ده يجي او فلان يجي، احنا فاهمك. بنتكلم عن اميز لعيبه واللي هيعملوا صفقه سوبر تمام. خلاص، صفقه مختلفه. انا بتكلم على زيزو ابو الفتوح خلاص، زيزو مع ابو امام عاشور. الفتوح. كان امام عاشور، ما انت لو معلش لو تم انتقال زيزو، وكلنا عارفين ان الناس كلها عايزاه، لعيب سوبر هو لعيب جدا، كويس. هو لعيب لعيب جامد دولي، جدا طبعا. لعيب ذو قيمه وذو شخصيه، ما طبعا فيش خلاف طبعا. خلاص. طيب لو جه الاهلي، لا صفقه قرن طبعا طبعا وفتوح طبعا، كذلك. وفتوح طبعا طب بديل. مين لو راح من الاهلي للزمالك يبقى صفقه كارت؟ لا اي لعيب، لا هيروح اي في لعيب. الوقت الحالي اللي هيروح من الاهلي للزمالك خسران. لا هو هي يعني بص يا كابتن، في ظل ليه الظروف بس نادي الزمالك نادي كبير مع برضه. احترامي بص، ما هو عشان تنجح ما هو لازم تروح في مكان فيه استقرار. انت الظروف دلوقتي معظم لعيبه النادي الزمالك اللي موجودين حاليا عايزين يتمنوا ان هو يروح بالظبط. الاهلي. تمام. ليه بقى؟ لان ما فيش استقرار اداره، انت عندك مشاكل كثيره جدا في الحته الاداريه، لان ناس كثيره جدا بتتكلم ان ازاي الاهلي يجي يخلي يجيب امام عاشور وكلام كثير اقاويل. طب ما انت اللي خليت الناس، مع احترامي يعني، انت اللي خليت اللعيبه مش عايزه تقعد. وخلينا نتكلم ان في الفتره الاخيره، انا لو اي لعيب موجود دلوقتي مش هيبقى حابب انه يقعد. اولا مفيش، مش عشان نادي الزمالك، مش عشان اسم نادي الزمالك، طبعا، لان نادي الزمالك ده للاشخاص حاجه اللي كبيره. موجودين مش عاملين له استقرار، في مشاكل كتيره جدا، ناحيه ماديه، ناحيه استقرار حتى فني، استقرار معنوي. ما هو برضو انا ما ينفعش ان انا ابقى لعيب في كيان كبير وفي ثانيه ممكن اختلف مع رئيس النادي، يطلع يهاجمني ويغلط في اسرتي وفي اهلي. كل ده بيأثر طبعا على الشخصيه بتاعت اللعيب. بالك انا لما ابقى لعيب ورايح مكان وعارف سوري يعني رئيس النادي اللي موجود ده،
بيتطاول بالسباب و عيب. مش هقبل ان انا اروح هبقى الان طبعا. بعدين خلي بالك يا امير يعني محدش هيمشي من النادي الاهلي ها بمزاجه. يعني ايه بمزاجه؟ ان انا يعني هيبقى دايما النادي الاهلي خلاص مثلا ليك عقد وقعدك خلص. الاهلي هو اللي مش عايزه. هيبقى حاجه فنيه من كولر مثلا. بس حاجه اخلاقيه مثلا بره الموضوع خالص. بس فقط فقط مفيش لعيب في النادي الاهلي يبقى عايز يمشي من النادي الاهلي ده عشان النجاح الا اذا عندك حاجه احتراف بره. عشان نجاح طبعا.